لا، هذه ندرة الأدوية في السوق كأنها خصوصية الجزائر، يعني راكم كل تتابعوا في الأخبار بالأخص في أوروبا. البارح أمس فيه تصريح من وكالة الفرنسية نتاع الأدوية، عندهم حاليا 65 صنف ندرة في الصيدليات وما داروش عليها هون. احنا نقص الباراسيتامول الأولاد، نقص لاموكسيسيلين الأولاد. أنا نقول لكم ماذا بيا ما تكونش لاموكسيسيلين الأولاد باسيتان دونجي، وتعرفوا استعمال الانتيبيوتيك الأولاد خطر كتير، والناس راهي دار عليه ضجة. لازم الناس تعرف باللي كمنتجين نستورد المواد الأولية، والمواد الأولية حاليا في العالم راهي فيها ندرة. البلدان متقدمة وراكم تبعتم، أعطيتكم مثل تاع فرنسا وين فيه ندرة الأدوية، بالأخص لاموكسيسيلين بور انفون وباراسيتامول الأولاد. هنا يعني كأنه طاح السماء. يعني لازم، يعني إذا نعطي نصيحة للأمهات، يعني يقلصوا شوية من استعمال المضادات الحيوية للأولاد. ونغتنم فرصة باللي مع وزارة الصحة راحين ننطلق بحملة، حملة تحسيس باش نقلص من استعمال المضادات الحيوية، لأنهم يوقعوا في أمراض خطيرة. يبروفوك سكون أبيل أون ريزي، يعني هذا دائما نطلب من أسرة الإعلام يعاونونا في تهدية الأمور. كل ما فيه انتونسيون بريسيون عاونونا. هل يعني اليوم كعضو في الحكومة أنا باخر الجزائريين باش ما يجيبولهمش الدواء؟ ماهوش المشكل. المشكل هو اليوم ندرة المواد الأولية في السوق العالمي، و 2023 راح تكون أزمة أكثر من اللي رايت. لازم نهيي نفوسنا، نهيي بالأخص المؤسسات اللي راهي تنتج، باش يكون عندهم مخزون المواد الأولية باش نكون يعني نحافظ شوية على صحة المواطن.